قول لي ايه الباترينا دي؟ دي باترينا جبتها اكل يعني من عيش وكده. تمام. حاجه بالنسبه لي فهي حاجه حلوه عشان ما مدش ايدي ولا اقول لحد حاجه، فده مصدر رزق باكل يعني منه عيش، فانا جبتها ان انا اكل عيش واكون حاجه جميله في وسط الناس. تمام. طيب هي ليه الباترينا فاضيه اساسا؟ الباترينا فاضيه لان انا المفروض ان انا كنت اجيب بضاعه وكده، المفروض ان انا اجيب بضاعه. تمام. وان شاء الله يعني ربنا يكرم واجيب البضاعة. انت ليه ما جبتش البضاعه تملى بيها الباترينا؟ يعني انا البضاعه فلوس بس مقصره شويه بس، فالفلوس ما فيش وما فيش امكانيات اللي انا يكون في فلوس معايا، وان شاء الله يعني الناس هتساعد برضو واعمل كده. طيب قول لي انت ايه البضاعه اللي انت عايزها؟ انت عايز تشتغل في ايه؟ يعني ممكن ولاعات، اكسسوارات، يعني الحاجات اللي شغاله دلوقتي عشان اقدر اكل منها عيش وكده، فالحاجه دي بالنسبه لي تبقى حاجه جميله وحاجه مفيده يعني، واقدر اعمل حاجه لنفسي. يعني تحتاج تقريبا فلوس قد ايه علشان تحط شويه بضاعه في الباترينا دي؟ يعني انا يعني ممكن يعني 500 600 جنيه مثلا يقدروا يعملوا كده. تمام. وان شاء الله يعني يجوا وانا اعمل الكلام دوت. وعارف عارف البضاعه دي تتجاب منين وتشتريها بكام وتبيعها بكام؟ عارف. انزل موسكي واشتريها واجيبها واحطها في الباترينا واشتغل، وان شاء الله ربنا يوفق، وسنه سنه البني ادم برضك هيكبر يعني، هو المشروع صغير بس ان شاء الله هيكبر يعني بالمجهود وبالشغل وبالتعب، فكل حاجه تبقى حلوه ان شاء الله.